ثلاثة امبارح انه بيوجد، ده بقى خبر غريب جدا، بيوجد ما بين 150 ل 200 صرفي، يعني مصرفي، يعني حد ليه علاقة بالفلوس، مصرفي خفي بيتولوا تنظيم داعش الإرهابي. غالبية ال 150 200 دول اللي هم يعني يعتبروا البريمو بتوع الممولين، اللي هم بياخدوا الفلوس، هم الوسيط من إلى، يوصلوا الفلوس من إلى، هم حوالي 150 200. أغلبيتهم بقى موجودين فين؟ موجودين في لبنان وتركيا. في مؤتمر صحفي للمسؤول في الجهاز المكلف بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة الداخلية الفرنسية، برونو دال أكد، كان بيتكلم الحقيقة عن تقرير سموه تقرير مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016، ده وفق ما أوردت فرانس بريس. قال في المؤتمر ده دال للصحفيين ان احنا اشتغلنا ان احنا نحدد ما بين 150 و200 من جامعي الاموال اللي موجودين اصلا في لبنان وتركيا، ووضح انه هؤلاء الصيرفيين المتخفيين لداعش بيتلقوا اموال موجهه بوضوح لتمكين التنظيم من الاستمرار. ولفت الحقيقه انه رهان الجهاز بيتمثل في تحديد ممولين جدد للتنظيم المتطرف اللي بيرتهن ربما بشكل متزايد للتمويل الخارجي. وقال كمان انه في رهان استراتيجي حقيقي مع تنظيم داعش بيتمثل في تحديد اماكن جامعي الاموال الجدد لمحاوله تتبع مواقع انتشار داعش مستقبلا. يعني الفكره دلوقتي في التقرير انه، او هذا ما خلص اليه التقرير، انه معاقل داعش اللي في سوريا والعراق بداوا دلوقتي يتحرموا من مصادر تمويلهم، لانه اللي بيدفعوا الفلوس الكاش بايرز، يعني اللي هم بيدفعوا الفلوس دول، عمالين بيقلوا بقى، لانه اتقبض عليهم، بيقلوا ان هم اتقتلوا في حروب، بيقلوا ان هم غيروا النشاط بتاعهم، بيقلوا عشان الفلوس اتجمدت، بيقلوا عشان عايزين يختفوا، ايا كان السبب ايه. فدلوقتي التقرير ده ولجان مكافحه تبييض الاموال وتمويل الارهاب بتسعى انها تحاول تجفف اي منابع جديده بقى ممكن تطلع عشان ما يبقاش في تمويل اكتر ودعم اكتر، وخصوصا انه في طرق تقليديه للتنظيم المتطرف للدعم زي المنظمات الانسانيه والثقافيه. طب في منظمات، احنا عارفين في منظمات حول العالم بتاخد شعار كبير قوي انها منظمات ثقافيه او انسانيه او جمعيات اهليه او ما الى ذلك، وفي الباطن هي بتدعم طبعا الارهاب، وفي طرق تانية مختلفه. خلونا ناخد هاتفيا المحامي محمد مراد رئيس هيئه الإشراف والرقابة في تيار المستقبل. أستاذ محمد، تحياتي ليك يا فندم. تحياتي، صباح الخير إليك ولجميع المشاهدين. صباح النور على حضرتك. الحديث عن تمويل التنظيمات الإرهابية حديث في منتهى الخطورة والأهمية، ودائما حتى في أعقاب أي حوادث إرهابية بتضرب أي دولة من دول العالم، يعني البعض مباشرة يقول يعني جففوا منابع الإرهاب. كيف رأيت هذا التقرير وما جاء في هذا المؤتمر الصحفي لبرونو دال، وكيف ترى الآن العمل على تمويل الجماعات الإرهابية ووجود غالبيتهم في لبنان وتركيا كما أشار هذا التقرير؟ بلا شك، صباح الخير للجميع. لابد من الإشارة بداية أن مسألة الإرهاب هي مسألة خطرة على المستوى المجتمعات، وأن من أحد مرتكزات عمل المنظمات الإرهابية هي مسألة التمويل، ولهذا نجد أن الدول حريصة جدا على إصدار تشريعات وقوانين زاجرة إذا صح التعبير للتجبيف ومراقبة وملاحقة أي حركة مالية مصرفية أو غير مصرفية من شأنها أن تؤدي إلى تمويل فصيل معين أو منظمة إرهابية معينة. ونحن نذكر تماما أن قانون تبييض الأموال، القانون الدولي والقانون الأمريكي، وايضا القوانين والتشريعات الوطنيه الداخليه لكل بلد، اكثريه بلدان العالم قد التزمت واصدرت قوانينها الخاصه من اجل مواجهه هذه الافه
وخاصة الموضوع التمويل الإرهابي للمنظمات الإرهابية. وبالتالي وأنا أذكر تماما أن هناك تعديلات وتحديثات حصلت على مستوى التشريع من أجل العمل على الحد بصورة دقيقة لعدم التفلت من سير حركة المصرفية المالية في إطار البعد الإرهابي. وأذكر على سبيل المثال لبنان مثلا بسنة 2015 أصدر المجلس النيابي قانونين في هذا الاتجاه، وهو تعديل جذري للقوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب وبشكل عام موضوع تبييض الأموال. بالتالي لا شك هناك شعور عالي المسؤولية لدى الدول بأن الإرهاب هو من أهم الجرائم التي تشكل خطرا على المجتمعات، ولهذا هناك عمل حثيث ودائم ومستدام من أجل هذه مواجهة هذه الأرض. أستاذ محمد، أما على صعيد نعم تفضل تفضل. أما على صعيد ما صدر من تقرير طبعا قرأناه، إنما الذي صدر أقصد التقرير الفرنسي الذي صدر عن وزارة الاقتصاد الفرنسية يشير إلى أن هناك مجموعة من الممولين كما ذكر التقرير حوالي 200 شخص في إطار عمل مصرفي تمويلي للإرهاب. وذكر التقرير بأن هناك أشخاص من تركيا ومن لبنان وما إلى ذلك، لكن أنا أعتقد أن هذه المسألة لا أنفيها، لكن لا يمكن نحن كقانونيين أو أن نؤكد على أن هذا التقرير يتمتع بصدقية كاملة، لأنه تعرف من الناحية القانونية هذه المسائل تخضع لكثير من الدقة ومن التفصيل. لكن بكل حال لا يمكن أن ننفي، لأن الإرهاب ولا في المنطقة، أقصد في عالمنا العربي. نعم مفهوم. طيب اسمح لي بس في سؤال أخير أستاذ محمد، يعني مع الانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم طبعا، والثورة والطفرة الاقتصادية وحتى والمشروعات الصناعية ودخول العالم الافتراضي للإنترنت وغيره، ما هو التحدي الأكبر الذي قد يواجه هذه يعني تطبيق مثل هذه القوانين كقوانين تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ هل التحدي الأكبر هو تعقب الناس أو الجماعات الحالية التي تقوم بعمليات التمويل، أو تلعب كدور وسيط لتمويل الإرهابيين، أم أنه التحدي الأكبر أمامهم يكون في يعني إغلاق أي منافذ جديدة قد يأتي من خلفها أناس جدد أو يعني مجموعات جديدة لتمويل العمليات الإرهابية؟ طبعا المنظمات الإرهابية والعمل الإرهابي والفكر الإرهابي يحتاج لمواجهته والقضاء عليه واجتثاثه من المجتمعات، يحتاج إلى أكثر من مسار. يعني كما تفضلت هناك مسار يتعلق بتفعيل وتعقب بالبعد القانوني والتشريعي والتطبيقي لهذه القوانين التي من شأنها أن تحاصر بشكل دقيق هذه المسألة. وهذه مسألة مهمة، لأن عمل هذه المنظمات والعمود الفكري لعملهم هو المال صحيح، إنما هذا الأمر كمواجهة كسياسة استراتيجية لمواجهة الإرهاب ليس فقط هذا الجانب على أهميته أقول. وأعتقد أن هناك وعيا كاملا على المستوى الدولي وعلى المستوى الوطني بكل بلد لتفعيل هذا المسار حتى يتم بالفعل إغلاق أي منفذ مالي يمكن أن يسهم أو يساعد هذه المنظمات الإرهابية على القيام بأعمال إرهابية. لكن كما تعلمين سيدتي أن هناك أكثر من مسار يعمل عليه. يعني هناك الجانب الأمني، نحن نعلم أنه في الآونة الأخيرة يعني إذا بدنا نحكي بالوضع كان بسوريا والعراق وغيرها وكثير من المناطق، يعني على سبيل المثال طبعا أقول على المستوى العسكري والميداني والأمني هناك تقدم
جيد وجيد جدا لمحاصرة هؤلاء كما حصل مؤخرا في سوريا، وأعلن مبدئيا على انتهاء ما يسمى بداعش وقبلا في العراق، لكن هذا العمل الإرهابي هي خلايا نائمة كما يقال عنها، بالتالي لابد من أن تكون العين ساهرة على مختلف كل الأصعدة وكل المسارات. لا يعتقدن أحد أنه وبمجرد إنهاء الظاهرة الأمنية العسكرية الميدانية اللوجستية للمنظمات الإرهابية أن الإرهاب قد انتهى. بالتالي نحن نعلم أيضا الأزهر الشريف والمؤتمر، أكثر من مؤتمر عقد في القاهرة لمواجهة الإرهاب، وهناك توصيات صدرت على المستوى الفكري، يعني نحن مجتمعنا أيضا يعني هناك مسار بدأ فيه الأزهر وبدأت فيه الدول العربية والإسلامية أن تذهب باتجاه يعني ترسيخ قاعدة ومبادئ الاعتدال في التصرف وفي السلوك حتى الفكري، يعني هذا من أحد المعادلات. نعم، أشكرك جزيل الشكر المحامي الأستاذ محمد مراد رئيس هيئة الإشراف والرقابة في طيار المستقبل. الحقيقة أنه كمان بقى بالحديث عن الجامعات